أحيانا لا نحتاج إلى الشخص الذي يعطينا المظلة وإنما نحتاج إلى الشخص الذي يبتل معنا فمساحة الشعور تفوق مساحة العطاء مساء الخير أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان وحشتوني من الحلقة السابقة النهارده في بيت المصريين وعشان بيت المصريين لكل المصريين حلقه خاصه باحتفاليه عيد الام كل الدنيا بتحتفل بعيد الام عيد الام طبعا لا يقتصر على وقت ولا يوم ولا مكان معين عيد الام كل يوم في كل لحظه في كل مكان ليه فتره مش بحتفل او بنزل كنت منشور على مواقع التواصل واقول اكتفاء بهذا المنشور طبعا علشان نقدر مشاعر الناس اللي عندها حد والدتها توفت احد الامهات رحم الله كل ام توفت وكل سنه وكل ام بخير وبسعاده وصحه يا رب على قيد الحياه بيت المصريين حبينا نعمل احتفاليه صغيره النهارده حبيت اقدم كلمه بسيطه في قعده صفه في البدايه زي ما بيت المصريين بنعمل كل حاجه مع مواهبنا ومع ضيوفنا فطبعا لازم نقدم فقره احتفاليه لعيد الام طبعاً الاحتفالية ديّ عامة لكل الأمهات وخاصه لأمي أمي الحبيبة أمي الحنان الأمان أمي الدفة أمي بالنسبة لي الدنيا وما فيها أمي بالنسبة لي كل حاجة حلوة أنا وصلت لغاية هنا لغاية بيت المصريين بفضلها وبفضل دعاها وبمساندتها ليا طبعا هي ووالدي ربنا يديله الصحه ويبارك في عمره هما الاتنين اكتر شخصين مسانديني وواقفين معايا وهما اللي وصلوني لغايه هنا طبعا يعني جوزي واولادي ربنا يبارك فيهم وبتحمله كتير طبعا من خروجي لغايه ما ارجع تاني البيت مسافه طبعا طول السكه على فكره انا في كل الناس عارفه ان انا من الصعيد اصلا انا في محافظه وهي في محافظه تانيه خالص ومع ذلك الوحيده الشخص الوحيد تتصل بي لغايه ما اوصل هنا للقناه طول السكه اه وصلتي وصلت لغايه فين رحت لغايه فين آه، وانا راجعه كذلك اخلص البرنامج وارجع لغايه بيتي ما تطمنش وما تنامش وما ترتاحش الا لما ارجع فطبعا كان شيء طبيعي ان لازم اقدم لها اجمل التهاني النهارده وهي معايا على التليفون و الو الو اه يا حبيبه قلبي يا حبيبة. اه عامله ايه يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه ألو. كل لحظه وانت بخير يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك وربنا يخليكي بقولك كل سنه وانت طيبه يا رب ويبارك فيكي ويا رب ما يوريكي اي حاجه وحشه ولا اي مكروه ويبارك لنا في عمرك ويخليكي يا ست الحبايب يا رب وانا بنتهز الفرصه دي طبعا مدورة الشاشة ومنورة الدنيا كلها <applause> آه يا ما تعبت يا ما سهرت ولغاية اللحظة النهاردة وكل ما أروح لها تقول ده يوم عيد عندنا صفاء النهاردة فتخيلوا بقى بعد الكلام الجميل ده وتقول لي بابا بيقول النهاردة عندنا صفاء ده يوم مالذي عيد مالذي إحنا قاعدين كده رغم مالذي إخواتي مالذي كلهم ربنا يبارك فيهم وفي أولادهم آه لكن أنا اللي يعتبر بعيد عنها شوية يوميا تتصل تطمن عليا انا واولادي الحمد لله ربنا يبارك فيك يا ست الكل ويخليكي لينا ويحميكي ودايما تعيشي في صحه وسعاده طول العمر ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي ربنا يوسع عليك يا رب يبارك فيكي طبعا بفضل دعاها ده كل يوم لو ما اتصلتش لا لازم يوميا تتصل لو ما ردتش لا تبقى مشكله فدي اقل حاجه اقل حاجه اقدر اقدمها لها زي ما بنقدم الناس كلها والضيوف والمواهب وبندعم الناس كلها لازم طبعا اقل حاجه نقدم النهارده لعيد الام احتفاليه بسيطه لسه داخلين حالا من احتفاليه في مؤتمر بتاع جمعيه خيريه عطر الجنه مؤتمر واحتفاليه كبيره حضرها نخبه من المسؤولين ولسه على فكره التكريم ما خدتهوش وجيت عشان البرنامج واحتفاليه كبيره جدا والامهات المثاليات ويعني كتير وامهات الايتام وبسم الله ما شاء الله يعني كميه من الامهات بتتكرم حاليا كبيرة جدا طبعا رئيس مجلس الإدارة الأستاذة الفاضلة أمال موسى مجهود كبير ورائع احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الأم في كل مكان الناس بتحتفل برضو أقام في سوهاج جمعية حقوق الإنسان والقائمين عليها برؤية مديرنا الدكتور علي صديق احتفاليه بعيد الام وتكريم الامهات المثاليات في حي شرق في مدينه اسيوط بمحافظه اسيوط كل الدنيا بتحتفل بعيد الام وعشان هنشوفكم احنا الحلقه الجايه بعد عيد الام وطبعا كل يوم زي ما بنقول وكل لحظه حلوه بتمر علينا وكل امهاتكم يا رب بخير ودايما في سعاده. اي حد عايز يتواصل معانا ويقدم التهاني ويتواصل معانا عبر الارقام اللي ظاهره لكم على الشاشه النهارده يوم جميل واحتفاليه جميله طبعا وفاتحين اليوم النهارده والحلقه لاي حد عايز يقدم التهنئه بنطلع فاصل ونرجع تاني عشان نقدم برضو التهنئة وباقي الاحتفالية مع الشاعرة خلود أشرف اهلا وسهلا بكم مرة تانية ومعانا في احتفالية عيد الام النهاردة الشاعرة خلود اشرف اهلا وسهلا بيكي قدمي نفسك للمشاهدين تفضلي اهلا وسهلا بحضرتك دكتورة انا خلود اشرف منصور طالبة بكلية الاداب جامعة القاهرة شعب التاريخ وحضارة الفرقة الثالثة كاتبة وشاعرة وان شاء الله باذن الله النهارده هقول قصيده في عيد الام اجمل ما نقدمه للام هي قصيده في عيد الام قصيده في أيوة. حب امي تمام ايوه قبل الوقت ما يسرقنا بقى ويقولوا لنا و... <applause> زي كل مره قدمي لنا اتفضلي يا خلود قولي لنا هتقولي لنا ايه النهارده النهارده آه، هقول قصيده في حب الام آه، طبعا كل سنه وكل امهاتنا طيبين وبخير امهات المسلمين اجمعين يا رب يا <applause> آه. رب أمي أمي الحبيبة بحبها أمي الحبيبة بحبها سهرة الليل شايلاني في حضنها في ليل الشتاء تدفيني وفي ليل الصيف تخليني أدوق حنانها وعطفها أوعوا تقولوا لثانية أنساها ده أنا بتمنى حتى رضاها وأدعي ربنا يخليها وياخد من عمري ويديها ده القران وصاني عليها أصلي وأدعي ربنا يخليها باب الجنة بينده ليها أمي 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 يا أحلى ملاك حياتي بدونك هلاك سكت لساني وخلص مني الكلام أوصف حبك ولا الحنان ولا أوصف الزمان ولا المكان ولا اوصف حروف اسمك كفاية بس وصفك ما يكفيش سنين وأيام أمي يا شمعة أيدة في وسطنا عشقك ونعمة ربنا أمي النهاردة شعري اختلف عن اللي كان شعري النهاردة مختلف يلي, يلي بدأ باسمك حرف الألف أقولك ألف ألفة وحنان ورحمة يا أمي الف الفه وحنان ورحمه من غيرهم مفيش وحاجه في الدنيا تسوى امي جميله وانتي جميله جميله وانتي جميله جميله في ملامحك جميله في مشاعرك جميله في خوفك جميله في قوتك جميله في ضعفك جميله وكان الجمال طبعك جميله وكان الجمال وصفك امي أمي شكرا لربي لوجودك، شكرا لربي لوجودك، شكرا يا أمي إنت الحنان وإنت الأمان وأحلى حاجة في عمرنا، أمي الحبيبة أمي الحبيبة أغلى شيء في عمرنا، أمي الحبيبة أمي الحبيبة بقلم خلود أشرف منصور. لا بسم الله ما شاء الله كلمات جميلة يا خلود هي الكلمات لوحدها بتطلع على فكرة من جداً. المشاعر والأحاسيس الأمومة الجميلة واللي بنحسها ناحية كل أم أه كلام كتير وكلام كبير وكلام مش بيخلص ابدا وعمره ما بيخلص لان احساسنا بامهاتنا طبعا احساس عالي واجمل احساس وانتي ابدعتي بسم الله ما شاء الله ربنا عليكي متشكره جدا استاذه ربنا يخليك يا حبيبه قلبي أه الموهبه دي من امتى بقى وانت بتقولي الشعر الموهبه دي طبعا وانا في ثانوي كنت بكتب الشعر والاول خالص بدات بالالقاء كنت بصراحة بحب أقرأ للمتنبئ كتير كنت بحب أقرأ للشاعر أحمد شوقي كنت بحب أقرأ لشعراء لشعر الكبار طبعا عندنا شعراء كتير جدا زي أحمد الكومي الشاعر آه الكبير عندنا ناس كتير جدا شعراء عظيمة جدا زي بأ... مثلك الأعلى فيهم؟ مثلا الأعلى حافظ إبراهيم و شوقي طيب بسم الله ما شاء الله آه على فكره كانت معايا خلود دلوقتي في الاحتفاليه واحنا الاثنين ربنا يستر ما يكونش ضاعت علينا الشهادات وفي أرقام يا ريت ننزلوها على الشاشه اللي عايز يتواصل معانا في البرنامج برضه ويقدم تهنئه فرصه قبل ما يقولوا لنا دلوقتي خلاص <applause> يلا سمعينا حاجه بقى ثانيه يا خلود بمناسبه عيد الام حاجه طبيعي. عن الام بقى خاصه كده تمام في قصيدة كنت كاتباها أه الام أه اللي كنت هتقوليها هناك في الاحتفالية دلوقتي <applause> ما <والاحتفاليش>. قصيدة <applause> آه. آه دي طبعا نبذة من القصيدة اللي كنت هقولها دي تكملة ليها يعني. من هنا النهاردة بقى دلوقتي والمشاهدين كلهم بيشوفوكي ليها كل الامهات <applause> دلوقتي على الشاشة اتفضلي طيب. حبيبتي اتفضلي امي امي سكت لساني وخلص فيكي الكلام مهما اوصف حنانك مش هيكفي خالص بغل غرامك امي امي يا اعظم امي في الوجود انت الحنان وانت الامان واغلى شيء في الوجود امي يا اعظم امي في الدنيا أمي الحبيبه بحبها مش مفيش حاجه في الدنيا توصف حنانك وعطفك من من نبع الحنان, الحنان انت منبع السكينه والامان يا امي أمي مهما أكتب يا أمي يعجز في لسان الكلام أمي البطلة وأمي أم الأمم وأمي أعظم شيء في الدنيا تسلمي لي يا أمي ربنا يخليكي ليا ويديم وجودك في الدنيا دي يا أمي يا أمي أمي وصف ما فيش كلام أوصف اتعلمت منك الحب والحنان وما فيش كلمة توصف حبك وحنانك يا امي انت شمعة منورة في وسطينا يا امي انت شمعة منورة في ليل ظلام يا امي امي في دمك همك في دمك هدايا في صميم وجود ايه ورحمة من الرحمن امي وقف الكلام يا امي ولا يوجد شيء اقوله مهما اوصف واقول انت اغلى شيء في حبي ليكي يا امي ام العظيمه ام الكبيره ام القذيرة امي امي العزيزه بحبها امي طال حبك ومهما اقول في حبك مش هيسوى شيء في قربك وحنانك يا امي 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 يعجز لساني عن قول كلمه امي التي ربتيني وشلتيني وكبرتيني وعلمتيني تحية كبيرة لكل أم ما يجيش دفرك يا أمي 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 خلص فيك الكلام ما فيش كلمة أقولها ولا كلمة توصف حب ليكي يا أمي جنب شعوري بالأمان يا أمي أمي بحبك يا أمي بحبك يا أمي بحبك يا أمي أنا مهما أقول وأكلم وأغني مش هوصف حبك في قلبي مهما أقول أنت أغلى شيء في الوجود يا أمي أمي بحبك يا أمي أنا لساني عجز عن وصفك يا أمي كلماتي مش هتوصف حبي في كل أم زيك يا أمي ربنا يخليكي لينا ويديم طولك صحتك علينا، وادعي زي ما ربنا وصاني في قرآني إني أصلي وأدعي إن ربنا يخليكي لينا. بحبك يا أمي يا أعظم أمي في الوجود. بحبك يا أمي يا أغلى شيء على الحدود. أنتِ أغلى شيء أمي أمي العزيزة بحبها. أمي العزيزة بحبها. بحبك يا امي بحبك يا امي الله الله الله, الله. احسنتي 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 دي اقل حاجه طبعا نقدمها لكل امهاتنا المسنين وطبعا مهما نقول مش هيكفي في حبنا الشديد لكل امهاتنا طبعا طبعا والاوقات السعيده دايما جميله وبتمر بسرعه ملحقناش عايزين نحتفل كتير ايام وليالي بعيد الام ولا هنكفي ولا هنقدم اي شيء بس حاولنا نقدم ولو دقائق بسيطه احتفاليه عرفان منا بالجميل وزرة ما ذرة زرة زي ما بيقولوا طبعا في تعب اي ام ولا يعني الجهد اللي بتبذله في كل بيت ومع كل الابناء وفي كل المواقف يعني الام هي اساس كل بيت وهي كل حاجه لاي حد طبعا الاب شاكرا طبعا بيقوم بدور ومجهود كبير الام الموجوده الام المتواجده في كل مكان ولو ما كانش بتروح بيبقى بقلبها بيبقى بالاتصال بيبقى ب... كل حاجه التواصل معاها ليل نهار وما تبطلش في دعائها في... في كل حاجه. كل حاجه الام بتدي بدون حدود بتدي كل حاجه بتديها ما بتبخلش على ابنائها باي شيء وربنا يخلي كل ام وكل ام متوفيه الله يرحمها ونرجو ان نكون النهارده قدمنا ولو جزء بسيط عرفان بالجميل لكل ام النهارده بنشكرك يا شعرتنا الجميلة النهاردة الأستاذة خلود كانت معنا طبعا وجايه بسرعه طريقه الالقاء فيها نهته في الصوت بس تالقت وابدعت النهارده معنا في الاحتفاليه شكرا معنا من غرس بقلبه حب الخير للناس اظهرت له قلوب الناس محبه ووفاء اغرس الخير اينما ذهب الى هنا اعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا الي ختام حلقه اليوم من برنامج بيت المصريين كانت معكم صفاء بدوي والى اللقاء في حلقات اخري من بيت المصريين